الله بإذن الله واحد صفر للأردن زي ما تعدينا كوريا والعراق بنتعداهم بإذن الله. بإذن الله 3-1 للأردن. إن شاء الله الشباب يرفعوا راسنا وفعلنا الفوز بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله 2-0 للأردن والأردن أقوى بكثير وفعلنا الفوز إن شاء الله. إن شاء الله. الاسم راشد. إن شاء الله فعلنا الفوز إن شاء الله والأداء اللي أدأه المنتخبنا أحسن أداء في البطولة كاملة وإن شاء الله فعلنا الفوز. إن شاء الله الفوز للأردن وراح تكون النتيجة 2-0. إن شاء الله الكأس بوصل عمان بإذن الله كأس آسيا. إن شاء الله الفوز ضد الشابة بإذن الله كل القراءات ضد الفوز ضد الشابة. إن شاء الله والله بتوقع خير إنه إن شاء الله النشامة الأردنيين يفوزوا يا رب. والله في ظل الأداء اللي إحنا شايفينه للمنتخب الوطني بتوقع 2-1 إن شاء الله. إن شاء الله فوز منتخبنا إن شاء الله. إن شاء الله 2-1. والله إن شاء الله يعني إحنا بنتوقع للنشامة تكون 3-1 إن شاء الله. 3-1 للأردن إن شاء الله. إن شاء الله فوز النشامة 1-0. إن شاء الله الفوز للمنتخب تمام والنتيجة إن شاء الله 3-0 بإذن الله. 2-1. مين بيسجل الأهداف؟ للأردن اللي بيسجل الأهداف يزن وموسى التعمري. إن شاء الله الفوز فعلنا يا رب. إن شاء الله 4-0. يعني المباراة سهلة. سهل إن شاء الله. 3-1. للأردن. شو تتوقع؟ 2-1 للأردن. إن شاء الله 4-0 للأردن. بلنتيات للأردن إن شاء الله. 3-1. لمين؟ 3 للأردن و1 لقطر. والله إن شاء الله فعلنا النجاح إن شاء الله والفوز. أنا أتوقع النتيجة راح تكون 2-1. بتوقع إن الأردن 2-1. والله راح تكون قوية وحامية عشانها بين عرب أول إشي وتاني إشي إن شاء الله بتخلص بلنتيات لفوز الأردن. والله إن شاء الله نحن فايزين إن شاء الله بس هم بس يلعب زي العراق ما لعبوا مع العراق وإن شاء الله فوز. صراحة هي كبداية يعني المباراة راح تكون صعبة شوي بس الشباب والمنتخب قدها. والله صراحة توقع برضو راح يكون صعب جدا لكن يا رب يا رب يا رب راح تكون إن شاء الله بصالحنا إحنا وأنا توقع إلها 2-1 إن شاء الله. يعني الأردن قديش النتيجة؟ 3-1. إن شاء الله إن شاء الله منتخبنا 2-1 2-0 هيك أتوقع إن شاء الله. أتوقع للأردن أكيد 2-1 لأنهم نشامة وإن شاء الله إلنا بإذن 1-1. والله النشامة ما في منهم سلامة. قديش توقع النتيجة؟ يعني بكفي 1-0. إن شاء الله تكون 2-1 ما أتوقع إن النتيجة رح يطلع 3-0. بصراحة نتيجة بكرة إن شاء الله وبإذن الله 3-1 للنشامة نجيب الكأس لعمان بإذن الله.